اللي هيك الإضاءة بتكون ظابطة يعني يا مؤيد. ممتاز. ما زبطيت. شو بدنا نشلح هيك قدام الكاميرا؟ دي شوي الكاميرا هيك شوي، كمان ما زبطيت. 2 3 كيفكم يا حلوين؟ يسعد لواتكم يا غوالي، والله اشتقت لكم، صار لي هيك مدي غايب عن السوشيال ميديا ومرضان هيك شوي، فحبيت صوركم هالفيديو. المهم انا طالع اني حابب هيك اني احكي لكم انه هيو اشتقت لكم من الاخير، انا اشتقت لكم يعني. اشتقت لكم. ان شاء الله راح نرجع على اليوتيوب نصور من اول جديد فيديوهات، وراح نصير نصور سكتشات ونطلع بفيديوهات. راح صور يعني قسمين من الفيديوهات، قسم شورتيز وقسم فيديوهات طويله نفسك على اليوتيوب. بس الى مدي ما نزلت فيديوهات طويله على اليوتيوب، بس خلاص ان شاء الله هالفتره هاي ما راح نقطع. انا هلا مضطر اني اخلي هالفيديو هذا قصير شوي، وان شاء الله راح ارجع لكم فيديوهات اصدقائي. بس بدنا همتكم لحتى نرجع من اول وجديد، بدنا هالقناه ترجع تنطلق من اول جديد، بحكم انه صرنا زمان واقفين، فبدنا تفاعلكم ودعمكم يا اصدقائي، ولو يعني حتى بلايك على الفيديو هذا، وان شاء الله بنشوفكم في الفيديوهات القادمة. الى اللقاء.